تصاعدت وتيرة الاحتجاجات في المدن الإيرانية، حيث ينذر الغضب الشعبي الناجم عن تدهور الاقتصادي وانهيار الريال والفساد والقمع بثورة شاملة على نظام الولي الفقيه. ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات المقاطع المصورة لمظاهرات غاضبة في معظم مدن ومناطق البلاد، لا سيما في العاصمة طهران وشيراز وأصفهان ومشهد وكرج. وتجددت المظاهرات في أصفهان لليوم الثالث على التوالي، على الرغم من محاولة السلطات الإيرانية قمع التظاهرات والهجوم على المحتجين بقنابل الغاز. وخرج مئات من الإيرانيين بهتافات تطالب الآخرين بالانضمام إليهم في حركتهم الاحتجاجية التي يبدو أنها ستتصاعد في الأيام المقبلة.